مستضعف من إسماعيل كتب عام لكلية الحقوق مراكش. أول من هذه المناسبة تنتقدم بالتهانية الحارة للمرأة المغربية الاحتفاء بهذا اليوم العالمي للمرأة التي تزامنها 8 مارس. وهذه مناسبة باش ننوب على لا السيد العميد ولا رئيس الجامعة ولا جميع مكونات المؤسسة باش نتقدموا بالتهاني ديالنا الحارة إلى المرأة المغربية سواء كانت في القسم أو في الحقل أو في المعمل أو في أي مكان آخر، لأنه فعلا احنا نعتبر المرأة المغربية هي نصف المجتمع وهي الأساس في المجتمع وهي كونة أجيال، والفضل يرجع لها بالدرجة الأولى في التنمية ولا التنمية ولا التحولات الكبرى التي عرفها المغرب، فالمرأة نصيب ونصيب الأسد. بهذه المناسبة كذلك ما ننسوش على أنه المغرب خطوة على خطوات كبيرة جدا في مجال ولا في المناصفة بين المناصفة بين المرأة والرجل، بل أنه اقتحمت واحد مجموعة ديال الميادين في القضاء في التعليم في المحاماة في مجالات أخرى متعددة لتتبرهن فعلا على أنه المرأة المغربية لها مكانة خاصة، خصوصا في خطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله اللي أعطاه واحد الأهمية كبرى وقصوى، وتتجلى كذلك في التعديلات اللي عرفتها المدونة ديال الأسرة واللي باقي كذلك راهي في إطار إدخال واحد المجموعة ديال التعديلات عليها. هذا تدل على أنه المغرب تيأمن بواحد المبدأ هو أنه المرأة لها دور أساسي وجوهري في التنمية ديال البلاد. بهذه المناسبة كذلك ارتئينا داخل كلية الحقوق باش ننظموا واحد الحفل تكريمي للمرأة المغربية، واخترنا الخلف بمعنى اخترنا الطالبة المغربية اللي هي كذلك واللي هي غتتحمل مشعل هو السلف، فعلا هو الخلف ديال السلف اللي سبقوا، بمعنى انه اخترنا واحد المجموعة ديال الطالبات على مستوى الماستر وجميع المسالك معتمدة داخل الكلية. وكذلك بلا ما ننسوا خدينا واحد المقاربة اجتماعية، وانه العاملات داخل المؤسسة اللي تسهر على النظافة وعلى السير العادي ديال المؤسسة كذلك كرمناهم، وهذه إشارة أعطينا إشارة للعالم على أنه المرأة المغربية في جميع المستويات عندها واحد الدور وتنحترم المرأة المغربية، المرأة الأم، المرأة الأخت، المرأة العمة، المرأة الخالة اللي سدت لهذا البلد الكثير، بدون ما ندخل في التفاصيل لأنه لا في حركة التحرير ولا في مجموعة ديال الحوايج ديما تلقى المرأة حاضرة ربات أجيال، أما أنه ما تلقاتش واحد مستوى تعليمي كبير ولكن ربات أجيال اللي الآن تفتخر بهم المغرب. نعم أستاذ، ماذا يمثل هذا اليوم بالنسبة للمرأة المغربية، سيما أن كنشوفوا أن الإحصاءات الأخيرة حققت 50% من الأمية على كل حال. بالنسبة للمرأة المغربية هذا اليوم هذا اليوم هذه محطة الكبرى اللي تعرفها المغرب، والمرأة المغربية تعطى واحد الأهمية كبيرة ودخلت حتى في السياسة ديال الحكومة على أنه المرأة فعلا كاين واحد النسبة حتى بالنسبة على المستوى الدولي ولا المنظمة الدولية كانت تقرر على أساس أنه نسبة الأمية في المغرب باقية متدنية، مما يستدعي بذل مجموعة من الجهود باش على الأقل نرفعوا من المستوى ديال المرأة، لأنه تنشوفوها هي القاطرة، بمعنى أن المرأة هي اللي غادي تجر القاطرة ديال التنمية في المغرب، وتنظن هذا مسلسل خاص واحد المسلسل خاص خطة وطنية اللي من خلالها يمكن محاربة هذا الهدر المدرسي، وكذلك إعطاء البنت ولا الطفلة حقها في التمدرس سواء داخل القرى أو في المدن حتى تقوم بالدور المنوط بها، لأنه هذه خاصة تكون على المستوى كذلك تكون في جوهر ولا في صميم السياسة ديال الدولة. جميل جدا، شكرا أستاذ. ما كاين مشكل. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة تنظر على أنه دابا اللي تتحاور إلى المرأة، وهذه مناسبة باش نقول على أنه فعلا المغرب تيأمن واحد المبدأ اللي هو مبدأ المناصفة بالنسبة بين المرأة والرجل، وتتمنى هذه مناسبة باش السنة المقبلة إن شاء الله نشوفوا على أن المستوى ديال ولا المعدل ديال النمو
بالنسبة للمرأة يزيد الطابع في جميع المجالات. شكرا جزيلا أستاذ بكرافي. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.